السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم حبايبي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم جايب لكم جيش ثالث للمنطقة السابعة. يعني واحد يقول هالكارت مو عندي، هالكارت مو عندي، فجاي أنوع بالكارتات وإن شاء الله يحوز على إعجابكم. راح نجرب الجيش بالمعارك اليوم، نبدأ على بركة الله. مثل ما قلنا لا تستعجل، شوف عدوك شريد، شوف تصريف الورق شلون يفيد. بكل سهولة اخذت منه برج. انا هو ما يعرف يلعب، يعني ما يعرف يصرف الورق. لاحظ الفالكري احطها ليه قدام على مود شو اسمه، تاخذ العملاق. اخذ البرج الثاني، الان برجين اخذنا منه. شوفوا وين راح يتعرك. راح اسوي هجوم كاسح عليه. بديت هجوم الكاسح آخر نص دقيقة. تمكنا من الفوز والحمد لله. ربحنا بأول معركة، نشوف معركة ثانية. دائما انتظر، شوف عدوك شريد. طبعا غلط غلطة، الفيرن وحطه ما خلاه بالنص يحمل. فين واخليه بالنص يحمل برجين، خلى على صفحة يحمي برج واحد. هاي غلطته طبعا.
خلينا ناخذ الحين البورج. الهوك راح ياخذه مهما يكون، الهوك راح ياخذه ما لحق ياخذ الهوك. طيب ناخذ البرج الان، الان قلت لكم اخر نص ساعة هجم هجوم كاسع. انا نستقل اخر نص ساعة بتسريع الاكسير وهجم هجوم كاسع. عندنا جائزة خلينا ناخذها. تم فتح التصنيف، شوف برج طيب. معركة ثالثة هذا يهجم بولر. كمل على البرج. طيب اخذنا البرج خلاص. ناخذ البرج الثاني. ناخذ البرج الثاني بالقوة. ناخذ البرج الثاني بالقوة.
شايفين ربحنا 3 معارك بكل سهولة بهذا الجيش. أتمنى يكون الجيش حاز على إعجابكم حبايبي. هذا أخوكم ماجد، وإن شاء الله هناك المزيد. هذا أخوكم ماجد، ألقاكم في لقاء جديد في كلاش رويال. في أمان الله.